السلام عليكم الدراري، معكم خوكم اشرف من قناة مستر بي اس هيرو. اليوم عندنا فيديو على لعبة يو اف سي اللي صممتها شركة اي اي سبور. هاد اللعبة هي ديال الكيك بوكسينج. بغيت اليوم نشارك معكم هاد اللعبة والجيم بلاي ديالها. انا اصلا فايت بادي فيها وفاتح فيها كونت بفيسبوك. دخلوا اللعبة ان شاء الله ونشوفوا الجيم بلاي كده. يعني انا شفت في لي كومنت ديال جوجل بلاي بان هاد اللعبه زوينه بزاف. اوكي، وكاين بزاف تاع اللي تيشارجمو عليها، تقريبا 50 مليون تيشارجمو. كما شفتوا انا عندي هاد الشخصيه، هذا فيها بزاف تاع مراحل. كما شفتوا دابا انا عندي في الجنرال ديال الشخصيه ديالي 318، والجنرال ديال الخصم 347. اذا هو اقوى مني والليفل 3 عنده، انا عندي ليفل 2. ولكن اللعبه كيكون فيها تقريبا تكافؤ الفرص. الشخصيه ديالي سميتها الكسندر جوستافسون. نبداو اللعب. هنا كيقولوا لك الا بغيتي تريني بيه، انا عندي هاد المهارات هادو، هاد الدماج 187، الدماج 128، والدماج 110، وعندي الدماج 51، والدماج 31. هنا كيقولك فايت. كما شفتو الدراري، الجيم بلاي ديالها واقعي تقريبا، صراحة كيشبه الواقع كما لعبة تاع كيك بوكسينغ كدايرة اصلا ملي كتبدا. كما شفت الدراري هنا دابا قالوا لي دابا انا قلبتو، غادي مقال عليه لعبة رائعة صراحة لمحبي الفنون القتالية. كما شفتو الدراري دابا انا درت ليه الضربة القاضية. ثلاثة النجومة و تاني 831. لعبة صراحة رائعة جدا، انا عجبتني. نشوف الايميل، اتاوني صندوق. واو واو واو، اتاوني صندوق، صندوق اخر. واو، مهارات جديدة الدراري كما شفتو. واو واو، مهارة جديدة، يا سلام. هنختار هاد الشخصية، هادي الشخصية التانية. يمكن عندك تكون 5 شخصيات. هنا الا بغيتي تلعب مع صديق، انا عندي هذا الصديق، هو ماشي صديق، هو عمي، يعني تا هو عند اللعبه. دابا اللعب مع المقاتل ديالو، هذا هو المقاتل ديالو، هذا شخصيه اخرى الدراري.
كما شفت هو اقوى مني. لا إذا أنا لحت دابا الضربة القاضية كما كتشوفوها الدراري، يعني ضربة القاضية لعبة صراحة رائعة جدا. نرجعو للشخصية التانية الدراري، عندي أيضا أصدقاء آخرين، يعني كما كتشوفوا الصديق ديالي حمزة الوتاب، يعني جنرال ديالو 1168، جنرال كبير. نرجعو للقائمة السابقة، نديرو فايت الداري. هذا غيكون نزال شيق لانه مع جلوفر تيكشيرا، يعني اللي ما كيعرفوش فيكم يعني راه عنده بزاف تاع الالقاب غير هنا في هذه اللعبه، مع كي داروا تهودوه كيما شفتوا بادر بالضرب. عن نحطو في الارض باقي لي شويه ونقتلو، ماشي نقتلو زعما نجيب ليه الكاو. هنا هاد اللعبه ما فيهاش ضرب القضيه. نعم ضرب القضيه، نزال قاسح، يعني قاسح. ألكسندر جافتسان كما كتشوفوا الدراري، يعني لعبة جد رائعة، انا عجبتني الصراحة. الا بغيتو ندير لكم التوتريال كيفاش تيشارجيوها، راه اكتبوا لي في الكومنتات وندير لكم التوتريال كيفاش. انا الدراري الالقاب انا مازال ما عندي حتى لقب،
لانه مازال انا نوب كما كتشوفوا، باقي مازال بزاف تاع مراحل اللعبه يعني جد رائعه. خصك غير تكون عندك يعني روح قتاليه. نزيدو شي نزال اخر ان شاء الله، هذا عنده 322 على 318 كما شفت، يعني لعبه رائعه جدا. ايه الدراري اسمحوا لي، ملي كنقطع عليكم بزاف كنقطع يعني، ما كنلوحش فيديوهات غير مع ظروف العمل وهذاك، داكشي علاش ما كنلوحش فيديوهات كتار، ولكن ان شاء الله راه غيكون ما يكون غير الخير في القادم الايام. اقدر هذا غادي نلوحو كوما زي ما نخليه يضربني تضربه. الضربة القاضية يعني. ثلاثة نجمات جيد. دابا المرحلة 16. دراري الى عجبكم الفيديو بلا ما تنساو ديروا لينا واحد لايك وتشاركوا في القناة الى ما كنتوش مشتركين. الى بغيتوا مازال الفيديوهات على بحال هاد الالعاب كتبوا لي في الكومنتات، والى بغيتوا ندير فيديوهات على العاب تاع الرياضة بحال كرة القدم امريكية، باسكت بول، كور يعني. الى بغيتوا نديروا حتى على البلياردو، راه كاينين الالعاب بزاف بحال هكا زوينين. الا بغيتو كتبوا لي في الكومنتات، راه اللي بغيتوها راه على الراس والعين، اللي بغيتوها راه نديرها لكم. وشكرا على المشاهده، ولا ما تبخلوا علينا بداك الدعم اللي غادي الدعم ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده، وتهلاو ليا فروسكم.